تزايد تمثيل اللاعبين لدول آبائهم وأجدادهم لا يقتصر على المغرب فقط. 32 لاعباً ولدوا في فرنسا دافعوا عن 3 منتخبات أفريقية تعود أصولهم لها في المونديال الحالي. هذا الأمر يجعل حتى بعض الأشقاء يدافعون عن دول مختلفة في مونديال قطر أيضاً دلائل. وهنا نشاهد الأخوين إيناكي ويليامز ونيكو ويليامز. الأول اختار أن يمثل أرض الأجداد غانا، أما الثاني ففضل تمثيل أرض الميلاد والنشأة إسبانيا. لا تاريخ مشترك بين غانا وإسبانيا، ولكن هذه الحالة استثنائية. في الأغلب تمثل المستعمرات السابقة خط إمداد كروي لمنتخبات الدول المستعمرة، ولنا في فرنسا خير مثال. معظم لاعبيها من أصول دول استعمرتها فرنسا سابقاً. ينكر الدور الكبير الذي يلعبه نجوم كرة القدم من أصول مهاجرة في المنتخب الفرنسي. فرنسا حصلت على كأس العالم مرتين، الأولى عام 1998، وساهم في ذلك النجم التاريخي زين الدين زيدان وهو من أصول جزائرية، والثانية في عام 2018، حيث ضمت القائمة 14 لاعباً من أصول أفريقية، من بين قائمة تضم 23 لاعباً كان أبرزهم كيليان إمبابي وهو كاميروني الأصل. ورغم هذه الإنجازات التي ساهم بها المهاجرون الأفارقة، لا تزال هناك أصوات معارضة لهذا الأمر، وكان تسريب 2011 المثال الأكبر على ذلك. التسريب تناول قرارات يفكر فيها الاتحاد الفرنسي للحد من نسبة اللاعبين من أصول عربية وأفريقية بنسبة 30%. كانت نتيجة هذا التسريب إقالة المدير الفني للاتحاد الفرنسي وقتها فرانسوا بلاكار. السيناريو تكرر في هولندا، استقلت عنها دولة سورينام في 1975، لكنها لازالت وإلى اليوم تمثل منجم مواهب لا ينضب للمنتخب البرتغالي. القائمة الطويلة: بلجيكا والكونغو، البرتغال وكل من الرأس الأخضر، وأنغولا وموزمبيق الأخيرتان قدمتا الفهد الأسمر أوزيبيو. لكن الصورة ليست وردية دائما. اختيار المنتخب الوطني لا يتم برأسك بل بقلبك، وهكذا شرح حكيم زياش قرار تمثيل وطنه الأم المغرب وليس هولندا. التمييز أزمة أخرى، أذرع المنتخبات الأوروبية ليست مفتوحة دائماً لأبناء المهاجرين، وعندما نفوز فنحن أبناء الدولة، لكن عندما نخسر فنحن أبناء المهاجرين. صرخة مشتركة أطلقها أكثر من نجم.